أول فرقة محجبات لموسيقى الميتال، شكلتها ثلاث فتيات شابات من قرية محافظة جدا في مقاطعة جاوا الغربية في إندونيسيا. جهدت مارسيا وعائشة ورحموتي منذ 2014 لإثبات حضور فرقة فوب، وتطلب منهن الأمر التعامل مع رد الفعل العدائي من الجيران وأفراد الأسرة. في قريتنا من غير الشائع أن تعزف الفتيات موسيقى الميتال. الفتيات في سننا إما متزوجات أو مخطوبات. حاولنا كسب ثقة والدينا من خلال الأداء الجيد على محطات التلفزيون، فظهورنا على الشاشات يشعر أهلنا بالفخر. للهرب من الزواج المبكر واللحاق بالحلم والشغف إلى جاكرتا، خاضت الفتيات معارك سلاحها التجاهل حيناً وقوة الإقناع أحياناً، والكثير من الجهد والالتزام للمشاركة في المهرجانات الموسيقية في إندونيسيا، أكبر دولة ذات غالبية مسلمة في العالم. قبل أن ننتقل إلى جاكرتا سألت والدتي فريق الإدارة الكثير من الأسئلة حول إن كان سيتم الاعتناء بنا جيدا. والدتي كانت قلقة من تعرضنا للإتجار. بالثقافة أصبحنا أقوى، وعلى خشبة المسرح تحررنا من المعايير المجتمعية ومن السلطة الأبوية. منذ أن بدأت في قراءة الكتب اكتسبت الشجاعة للتعبير عن رأيي، ولكن في قريتنا لا ينظر إلى الصراحة والجرأة كأمر محمود، وكان هذا يثير غضب أهلنا ويصعب علينا تكوين الصداقات. على غرار فريق بينك فلويد الشهير، قدمت الفتيات أغنية ثورة المدرسة في عام 2018، مستهدفات نظام التعليم الصارم في إندونيسيا بتركيز على دور المرأة والقضايا البيئية بأسلوب نقدي، جعل صدى فرقة فوب يتردد عبر الحدود. في المرة الأولى التي رأيتهن فيها شعرت بالدهشة. لا توجد الكثير من الفتيات التي يعزفن موسيقى الميتال ويرتدين الحجاب، الأمر يجعلهن فريدات. النقاد يرون الفرقة انعكاسا لتيار الفتيات المسلمات في إندونيسيا، والثلاثي العنيد مستمر في تقديم ما يلهم النساء في مسقط رأسهن، حيث تعامل النساء كمواطنات من درجة ثانية، يقمن بأعمال زراعية قاسية، يحرمن من التعليم ويجبرن على الزواج المبكر.